وحيث تطلق جمعية التنمية الأسرية بالأحساء أولى حملاتها وحملة أسرتي أولى. هذه الحملة التي تهدف إلى توعية المجتمع بأولوية الأسرة، الوالدان والزوجان والأولاد والأرحام في المجتمع، أيضا إلى هدف تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتسليط الضوء على أهمية تقديم احتياجات الأسرة الاجتماعية والتربوية والنفسية والمالية على غيرها من الأصحاب والأعمال الشخصية. حقيقة مبادرة مميزة ومبادرة وحملة تهدف إلى هدف نبيل. أعتقد أنه اليوم للأسف تفشى في المجتمع بشكل كبير. وللحديث أكثر مشاهدي الكرام حول هذا الموضوع، سعدنا ينضم معنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية أسرية بالأحساء الأستاذ يوسف بن محمد الجبيرة. حياك الله معنا أستاذ يوسف في برنامج أخباركم. الله يحييك ويبارك فيك وسلمكم الله، شاكر ومقدر لكم، بارك الله فيكم مشاركتنا في هذه الحملة المباركة، حملة أسرتي أولى. حياك الله أستاذ يوسف، وسعيدين حقيقة بتسليط الضوء على مثل هذه المبادرات المميزة. لو تحدثنا أكثر عن، بحسب ما فهمت حقيقة من سياق هذا الخبر، أن هناك مبادرة لجعل الأسرة أولى من الأصحاب والعمل وبعض الأشغال وغيرها، لو تحدثني أكثر عن هذه المبادرة. لا شك حقيقة قامت جمعيتنا جمعية التنمية الأسرية بالأحساء الأسرية إلى تبني هذه الحملة المباركة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية بعنوان أسرتي أولى. أسرتي أولى من كل شيء، أولى من الأقارب، من الأصحاب، أولى من الأعمال، أولى من الأشغال. الإنسان ينبغي أن يكون أسرته أولى، منطلقا من قوله تعالى سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول ذلك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإن لأهلك عليك حقا، وهو القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب أن الإنسان يكون خيره لأهله، للأقربين، لوالديه، لأولاده، لزوجته، لإخوانه، لأعمامه. هؤلاء هم أولى من الناس الأبعدين. حتى سبحان الله الصدقة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للصدقة على الأقارب أجران أو أجرين. نعم، صدق أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، أما الصدقة على البعيد فهي لك أجر واحد. فلا شك أن الأقارب هم أولى بمعروفك وأولى بعلمك وأولى برعايتك. جميل. هذه الحملة المباركة والتي نستهدف من خلالها الأسرة السعودية في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية، والتي انطلقت هذا اليوم وتستمر 10 أيام بإذن الله عز وجل، ونسأل الله لها التوفيق. جميل. في هذه الحملة المباركة والتي تشتمل على برامج حقيقة كثيرة، برامج ثقافية منها أمسيات حوارية عبر مساحات التويتر. هذا اللي كنت بسألك عنه أستاذ يوسف. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة فعلا يعني، وحتى اسم المبادرة اسم مميز، أسرتي أولى، وهي حقيقة يعني تمثل هذه المبادرة. ما شاء الله أنت تحدثت لأنه الفئة المستهدفة هي العائلة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. إذا ما هي البرامج اللي راح تقدمها هذه الحملة؟ نعم، هناك برامج حقيقة ثقافية تقدمها هذه الحملة المباركة. عندنا أمسيات حوارية ستكون في مساحات التويتر بإذن الله عز وجل. هناك ستكون عن بعد، وكذلك ستكون عبر برامج الزوم بإذن الله تبارك وتعالى. هناك دورات تجريبية حضورية بإذن الله عز وجل، وعندنا معهدان للتربية للتدريب العالي حقيقة للرجال وللنساء، كذلك برامج أسرية. عندنا برامج نسائية تخص النساء، برامج تخص الطفل، هناك أركان للأطفال حيث نستهدف الأطفال، نستهدف الأمهات، معارض توعوية نقيمها كذلك تهتم بهذه الجانب. هناك برامج إعلامية، الإعلام التوعوية والرسائل هناك المصورة، ومساحات في تويتر ولقاءات إعلامية ومشاركات إذاعية وفضائية بإذن الله تبارك وتعالى. ما شاء الله تبارك الله حقيقة. أستاذ يوسف، إذا احنا موعدين خلال 10 أيام القادمة بمجموعة من البرامج المميزة واللي تستهدف أسرة واللي تستهدف الأسرة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأسرتي أولى بكل تأكيد. الأستاذ
يوسف بن محمد الجبيرة رئيس مجلس إدارة جمعية أسرية بالأحساء، شكرا لك على أن كنت ضيفة معنا في برنامج أخبار.